صباح النور جون بيير. قعدت ختيرت. كيفك أمين؟ الحمد لله شكرا. أنت كيف الحال؟ تمام الحمد لله. يعني نحن عادة نعرف أن المسلمين إذا قابوا ببعض التمارين الرياضية تكون أغلبها مشي أو نوعا ما من الركض الطفيف لمدة ما تفوتش نص ساعة. صح. بينما لكبار السن ونحن منخاف عليهم بالبيت ومنقوم ننزلهم على الطريق بالحجر الصحي بالأخص، مضطرين نخلق لهم تمارين لحتى يتمرنوا بالبيت. ومع الوقت الحجر الطويل عم تخف همتهم، وعم يجيني اسئله كثير بيقولوا لي اهلي عم خاف عليهم ما عم يقوموا من التخت، ما عم يقوموا من الكرسي. واضطرينا نعمل لهم تمارين على الكرسي تناسبهم لهم، وفيهم يعملوها بكل طريقه هينه. على الاقل تعطيهم نوعا ما هالطاقه وبعض الحماس يرجعوا يتحركوا احسن. وبطلوا يخسروا عضل كمان، يعني عضل بطل يخسروا بكميه كثير هائله هن قاعدين محلهم. حلو، خلينا نتابع معك تمارين جون بيير. نحن انا جبت دمبلز بس نحن بالبيت فينا نستعمل انينتين مي صغار، هالقد بزياده للمسن. اوكي، اول شيء بدنا نبلش بدنا ننقي ظهرنا ونبلش نحمي المفاصل تبعنا تبع اكتافنا. بعتقد هيدي كثير مهمه لهم لانه هن كل النهار بيبقوا قاعدين على التلفزيون، فضروري يتحركوا يحركون. نعمل لقدام ولورا. هلا في شغله كثير مهمه للمسنين انه نحن ما بنخليهم يعدوا، في مسنين بينسوا، نجرب نحط لهم وقت قدامهم 30 ثانيه او حيلا شيء عد تنازلي او صوت لحتى بس يخلص الصوت بيوقفوا التمرين، يعني ما في عد، في ثواني. سو بس خلص هيدي شو بعمل انا؟ بطلب منهم يرجعوا ايدهم لورا على الاخر ويعملوا لها باونسينج هيك بهالطريقه اذا بدك. كمان 30 ثانيه رح نجرب نعملها نحن اقل لحتى نكسب تمارين اكثر بالوقت اللي معنا. بس نخلص بنحط ايدينا على رقبتنا ونجرب نرجع لورا ونضب كتافنا على بعض بهذا الشكل. هلا في بعض المسنين عندهم مشاكل بكتافهم، نحن بنتمنى عليهم انه ما يعملوا الحركه الكامله اذا كانوا موجوعين، اذا وصلوا لهون هذا كثير منيح بالنسبه لهم. يمكن انا عم ترجع ايدي على الاخر. حتى مشاركتهم التمارين احسن باش ما تخليهمش على الاقل يقوموا بتمارين نوعا ما خاطئه وقد تسبب لهم اصابات. صح. وفي نفس الوقت انه يعني تخلق نوع من التسليه اذا شاركناهم التمرين. صح. هلا شو بطلب؟ نطلب منهم يعلوا اجرهم وينزلوها بهذه الطريقه. وينزلوها، ليش؟ عم نحرك مفاصل الحوض بهذه الطريقه. هلا بس نعملها 30 ثانيه هيدي بهذه الطريقه، بطلب منهم يعلوا ايدين لفوق ويطالوا اجرهم. هيك بكونوا عم يعملوا معي هن قاعدين، نحن عاده بنعملها على الارض، بس تنجرب نحن يقوموا ويوقعوا ويرجعوا يوقفوا، هن قاعدين ما عندنا مشكله، هن عم يتحركوا. بهذه الطريقة. هلا بريحهم شوي، بطلب منهم يعملوا ستريتشنج لفوق. بهذه الطريقة. وبطلب منهم مثل ما هن ينزلوا لتحت قد ما فيهم. حلو. كمان 30 ثانية 30 ثانية. هلا كيف بدي احرك اجري من جوا؟ بحط ايدي بهذا الشكل وبجرب شد عليهم. بعد للعشرة برخي. بشد عليهم، بقول لهم عدوا للعشرة، إذا ما فيهم 30 ثانية برخي. بنفس الطريقة من برا. هيك شو بكونوا عم شغلوا؟ عم شغلوا عضلات كتافهم لأنه عم يشدوا بالعكس بإجريهم وعم يشتغلوا فيهم بهذه الطريقة 30 ثانية كمان برخي مرتين. هلا بس نخلص هيدي باخد قنين المي أو دمبلز صغار إذا عنا إياهم بالبيت لنعمل ترايسبس. كيف بدها تكون الترايسبس؟ بهذا الشكل على مهلهم. كمان 30 ثانية ما بنعد. بهذا الشكل هن قاعدين. هلا اذا حسوا انه في عندهم وجع ظهر فيهم يلقوا لورا ويعملوا، ما عندنا اي مشكله. المهم يعملوا، المهم يعملوا الحركه. هلا بالبيت فينا نجيب منشفه حتى نشغل البايسبس، بنحطها تحت اجرنا. شو ممكن خلقنا هون امين؟ خلقنا حركه للحوض والبايسبس بنفس الوقت. حيلا منشفه، حيلا شغله طويله، حيلا شيء بيطوي ماشي، حيلا شيء بهذا الشكل ونخليهم يعلوا اجرهم. هون بنكون عم نخلق حركة للحوض، بنعمل اجرتين. اجر اجر اكيد مش اجرتين سوا. بهذا الشكل. بنكون عم نشغل الحوض، عم نشغل المعدة، وعم نشغل البايسبس بنفس الوقت. كمان بنروح حيلا عصاية موجودة بالبيت. بنطلب منهم يكمشوها على اطرافها الاثنين ويعلوا ايديهم بهذه الطريقة. برجع بذكر إذا عندهم مشكلة بكتفهم فيهم ما يعملوها أبدا. كمان بهيدي الطريقة بنخليهم يبرموا. بنبرم معهم، يعني كل وجنه بده يبرم مع العصاية، مش يطلعوا يضلوا عم يطلعوا بالتايمر أو بالوقت ويبرموا هيك، بنروح رقبتنا إذا فيها مشاكل. بهذا الشكل.
30 ثانية برجع كمان بنفس الشكل ثاني ميل 30 ثانية. هون شوفكم عم بعمل عم قويلن عضلاتهم، خليني حطوا العصاية قدامهم يسندوها بإجريهم وجايبوا قلبوا لقدام، نعمل ستريتشنج لإيدينا ونعلي ونعلي بهيدي الطريقة وبنرجع بننزل. هون شوفكم عم نعمل ستريتشنج لكتافنا بلا ما يحسوا بالأوجاع بهيدي الطريقة. كمان 30 ثانية بضل نعيدها. حركات مبتكرة بالبيت بنعملها كثير هينة وفيهم يعملوها بكل بساطة. يمكن الحاجة الوحيدة وأنا يمكن ما لاحظتش بشكل كبير وأنه ما فماش حركات تخدم ال يلا العضلات الساق. أنا خلصت الجزء العلوي، هلا رح نروح على الجزء السفلي. يلا أول حركة لنحميهم بهذا الشكل، رح نحميهم بهذا الشكل، هن قاعدين بنكون شو نحن عم نريح فوق، بنبلش نشغلهم فوق، هلا إذا هن كثير بعد صحتهم جيدة فينا نطلب منهم يسندوا إيديهم وما يدقوا إجريهم بقى. فهيك بتكون. هلا بس نخلص بطلب منهم يعلوا اجريهم شمال يمين ويرجعوا يجيبوها. كمان بهالطريقة. هون شو بكون عم حرك عضلات الحوض. بهذه الطريقة. كمان إذا اجريهم كثير منيح وحاسين حالهم كثير قوايا خليهم ما يدقوا. يعملوا دوايرة بإجريهم بلا ما يدقوا بالأرض. هون بنكون بلشنا نشغل إجرينا مزبوط. كمان بالعكس فيهم يعملوها. حلو. هلا في حال صاروا كثير منيح بدنا نعلمهم يوقفوا عن الكرسي، كيف بده يوقفوا عن الكرسي؟ بحطوا ايديهم هون او ايديهم قدام وبيوقفوا، انا رح بلش من هون، بيوقف نص وقفه برجع بيقعد. كمان بنفس الطريقه وبرجع بيقعد، بس يتمكن من الوقفه مزبوط بطلب منه يوقف وقفه كامله يلي هي بهذا الشكل. بيرجع يقعد هو حاطط ايديه هون لنتاكد انه هو ما عم يوقع، لانه اذا وقع ورا ظهره معقول يكسرنا شي خرزه بسنس ظهره، نحن بغنى عنه. سو اكيد تاني وحده تاني مرحله بطلب منه يحط ايديه قدامه ويوقف. كمان صار كثير منيح هو عم يوقف بهذا الشكل. اخر مرحله يمكن ما يستعملش. ايه اخر مرحله يمكن بشهرين يعملها. نطلب منه يحط ايديه قدام ويوقف بهذا الشكل وينزل. هون بنصير بدنا نقدم له حركات التوازن لحتى يبلش يصير اقوى. كيف؟ نطلب منه هو واقف يعلي اجر بهذا الشكل بس هو على الارض، كمان يعلي الاجر الثاني. ما في مانع نحن نعطيه مساعدة بالبيت إذا نحن أولاده. بهذا الشكل، كمان بهذا الشكل، بس يخلص هول الحركات بنشغل له بطاط إجريه لأنه هو قاعد ما بيشتغلوا بشكل صحيح. صحيح. بطلب منه مثل لعيب الفوتبول يجرب يعليهم ويعد للخمسة عشرة ويرجع ينزل بهذا الشكل، ها؟ كمان عن جديد، كمان هون إذا لقيناه بلش يفقد التوازن بنحطه قدام الحيط. كمان بالعكس بطلب منه يعلي إجر إجر بهذا الشكل. بس شوفوا تحسن صار في عم يمشي اول مشي مشيها هي عرس الطبيعه. سو هون بيكون بلش يصير كثير منيح ويرجع لورا بنفس الطريقه بكون منتبه له ما يوقع. كمان على كعب اجريه هون بكون عم قوي له اجريه كثير منيح. كمان لورا على كعب اجريه. وهيك بيكون بلش يتحسن بصير همته منيحه بصير في بلش ينزل على الدرج بالبيت ويطلع وبلش يقدر ينطلق. بصراحة رسالة إلى كل المسلمين اللي إن شاء الله يكونوا استفادوا وحضروها ويعملوها كمان. يعني لكل أجدادنا إلى كل أبائنا وأمهاتنا اللي يمكن عندهم نوعا ما مثل هذه المشاكل ودائما عندهم الخوف من الحركة. وحتى تعرف جون بيير أحيانا أنا أشوفهم في الشارع يعني يقول إنه يعني حرام إنه الإنسان يوصل بعمر معين يكون مش قادر حتى إنه يمشي بطريقة عادية أو يخدم حاله أو يخدم حاله بأقل شيء. هول التمارين بيساعدوه يرجع أول حاله يصير عنده ثقة بنفسه ويقدر يتكل على حاله. يعني عليهم الكل بالتمارين وعليهم انه يواصلونا يراسلونا ويقولوا لنا حتى على الاولاد اولادهم لازم يشجعون يعملوهم بالبيت بطبيعتي. يعني يقفوا عليهم يعطون 10 دقائق ويعملوهم. يلا ان شاء الله هذا اللي نتمناه نحن. وشكرا على تمارين حلقتنا اليوم المستشار في الصحه واللياقه البدنيه جون بيير فغالي. شكرا لكم مره اخرى مشاهدينا سنذهب